بسم الله الرحمن الرحيم. ادينا هذا مضخم الصوت، هذا هو موديله، لا يشتغل. اسمع الرقي، نفتحه وننظر ما هو المشكل. هذا هو الجهاز من الداخل، هذه هي علبة التغذية. فحصنا هذا الفيوز ووجدناه سليم. يبدو أن هناك قنطرة ضياد محترقة. نشرب إن شاء الله خير. نجرب الأول عندما لم يشتغل كان المشكل في السلك، كنت قد نسيت القطع. شكرا لكم.